أجوار ضد الترجي المحاولة لصالح حل بقلاوة بلال المجري التصوير كل يعني يساهم من جانب الترجي أنه المباراة تنتهي بالانتصار وأنه يحسم أمر لقب البطولة في مباراة الكومة خبر المسعدي خطير أحسن المسعدي التسديد الجاذبية يتحرك وطبعا لقى الشر في أكثر من مناسبة على دفاع النجم الإسرائيلي كان فتح الزاوية كما كنا نشاهد حسين المسعدي على مستوى القائم الأول والذي حسين المسعدي باش يفتتح النتيجة وإعادة للكرة كان متوسط الميدان المبكر تشوف مسعدي من مهر الحجاجي حسن المسعدي وسط الميدان حسن المسعدي لفيكتور أباتا الفرصة للملعب عزيز المسعدي ثم حسن المسعدي واللقاء الأول لبن حمودة بلمسة يبعد عن الحارس الهلال والأسبقية الحالية الملعب ولكن تبقى في الشخص للكره